students from preparatory stage year 3. I am Jamal from ITV channel. Today year 3 البحيرة governorate exam year 3. مرحبا بكم في قناة جيمس بيلي الانجليزية. في الفيديو ده هتعرف امتحان البحيرة اللي امتحنوه النهاردة ماشي في محافظة البحيرة. الامتحان انا واخده من موقع مدرستي من على جوجل علشان نشرح لكم الامتحان. خلاص يلا نبتدي الامتحان. Let's start exam for year 3. عندنا الامتحان الفصل الدراسي الثاني محافظة البحيرة بيقول عمرو is talking to خالد who has just come from أسوان. يعني عمرو بيتكلم لخالد اللي هو جاي من أسوان. خلاص يبقى عمرو بيتكلم خالد اللي هو جاي من أسوان. عمرو is talking to خالد who has just came from أسوان. خالد بيقول له هلو عمرو هاو ار يو. قال له فاين ثانكس اي هافنت سين يو فور ا لونج تايم. انا ما شفتكش من فتره طويله. هو وير هاف يو بين. انت كنت فين. ام سالو سال وات ديد يو فيزيت ذير. اي ستيد ات ذا يوس هوستل. هوستل يس ات واز ا وندرفول جيرني. خلاص يلا نبتدي نحل الدايلوج. خالد بيقول له هاو ار يو. قال له فاين ثانكس اي هافنت سين يو فور ا لونج تايم. هو وير هاف يو بين. انت كنت فين. قلنا كان في اسوان. يبقى هيقول له اي هاف بين تو اسوان. اي هاف بين تو اسوان. وات ديد يو فيزيت ذير. طب انت زرت ايه في اسوان. ها يبقى اقول له اي فيزيتد ذا كايت باي. ذا كايت باي سيت. هيقول له اي فيزيتد ذا كارناك تمبل. اي فيزيتد ذا كارناك تمبل يعني معبد الكارناك. اي فيزيتد ذا كارناك تمبل. اي فيزيتد ذا تمبل. خلاص او ممكن يقول له اي فيزيتد ذا هاي دام. اوكي اي فيزيتد ذا هاي دام لان لوكسر فيها التمبل لكن اسوان فيها الهاي دام. يبقى هيقول له اي فيزيتد ذا هاي دام. اي فيزيتد ذا هاي دام يعني انا زرت السد العالي. خالد سأله سؤال قال له I stayed at the youth hostel. يبقى هيسأله سؤال youth hostel ده مكان فهنسأل به where. هقول له where did you stay. where did you stay did عشان الجملة ماضي. آخر حاجة yes it was a wonderful journey إنها رحلة رائعة. يبقى هيسأله سؤال yes في yes يبقى هنعكس الجملة was it was تبقى was it. يبقى was it a wonderful holiday. هل هي كانت أجازة رائعة. هيقولوا yes it was. خلاص تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. write what would you say in each of the following situations. your brother is walking in the rain wearing a t-shirt. اخوك ماشي ولابس تيشيرت والدنيا بتشتي. ماشي والدنيا بتشتي تقول له ايه. تنصحه تقول له you should wear a jacket. you should wear a jacket because it's cold. You are at the train station. You wanted to book a ticket to Cairo. انت في محطة القطر وعايز تحجز تذكرة للقاهرة. تقول له please ticket to Cairo please. please ticket to Cairo please. او can I have a ticket to Cairo please. اوكي. There is a new shop. يعني ممكن اخد تذكرة للقاهرة من فضلك. There is a new shop in your area. You wanted to know what your friend thinks about it. يعني في محل في منطقتكم وانت عايز تسأل صديقك عن رأيه في المحل. فتقول له what do you think of this shop. what do you think of this shop أو what is your opinion of this shop. رأيك ايه. لأن في كلمة think يعني يعتقد أو يفكر. خلاص قلنا الامتحان واخدينه من موقع مدرستي من على جوجل كروم علشان دي ملحوظة عشان بس ايه تبقوا مركزين في الامتحان. reading comprehension. life was quite different in the past. الحياة مختلفة في الماضي. everything wasn't at its now. يعني كل شيء مش زي دلوقتي. let's talk about just one thing. خلونا نتكلم عن شيء واحد. ماشي the railway has been one of the most important means of transport. يعني السكة الحديد كانت أهم وسيلة مواصلات. this system provides cheap transport. يعني محطة القطر دي بتقدم لنا وسيلة مواصلات رخيصة for both people and goods للناس والبضائع. before trains were invented قبل ما القطارات تخترع
ماشي. people used to ride horses، كانت الناس بتركب الحصنه. camels for journey، كانت بتركب الحصنه والجمل في الرحلات. during these days the roads were poor، الطرق كانت فقيره. and journeys which now take only a few hours، والرحلات اللي كانت بتاخد ساعات قليله. could take several days، كانت بتاخد ايام واسابيع. moreover trains could carry heavier things compared to horses and camels، دلوقتي القطارات بتحمل اشياء اقل من اللي بيحملها الجمل والحصنه. there are many kinds of trains، في انواع كتيره من القطارات. the stopping train stops at every station so it's slow، لا في اللي هو القطر البطيء، قطر المحطات اللي بيقف في كل المحطات. if you want the fastest journey، لو انت عايز رحله سريعه، take the express train، هتاخد القطر السريع. you can sleep in the sleeper train، هتنام في السليبر ترين، قطر النوم. as there are comfortable beds، لان في comfortable beds يعني سراير مريحه. all of the express trains have good air conditioning، القطارات اللي هي الاكسبريس السريعه فيها تكييف. you can also buy food and drinks on the train، some people make real cards to save their money، وممكن تعمل كارت ماشي علشان توفر في الفلوس اللي هو الاشتراك. trains are cheapest and most comfortable means of transport، يعني هو بيتكلم عن القطارات وان القطارات رخيصه. بيقول لك give a suitable title of the message، ادي عنوان للفقره هتتكلم، هي بتتكلم عن الترينز. الترينز is the best transport، خلاص ماشي، او the cheapest transport، او تكتب الترينز. why do you think the railway is the most important means of transport، ليه السكة الحديد اهم حاجه؟ قلنا لان before trains were invented people used to ride horses، لان لو ما كانش فيه القطارات الناس كانت بتركب الجمل. would you have a rail card when you travel by trains، انت معاك اشتراك كارت يعني وانت بتسافر بالقطر؟ no. why ليه؟ because I don't need it، because I don't travel a lot، انا مش معايا اشتراك لاني مش بسافر على القطر. عايز تقول yes قول yes، because yes انت معاك كارت yes، هتقول yes because I travel every day لاني بسافر كل يوم. كلمة بور معناها ايه؟ معناها not rich يعني مش غني. لا، كلمة بور بيقول بور the roads were poor، الطرق فقيرة. يبقى الطرق فقيرة يعني مش غنية؟ لا، يعني فقيرة يعني difficult صعبة. يعني ما ينفعش اقول وايد عريضة. هي بيقول فقيرة فهتبقى كلمة وايد. before trains were invented people traveled، قبل ما القطارات اخترعت كانوا بيسافروا بالايه؟ on animals back، على ظهر الايه؟ الانيمالز. خلاص؟ تعالوا نكمل. القصة، سؤال القصة. ليدي سميث قالولنا اللي بتحب الفاشن، فليتشر اللي هو بيسرق الأكل، ستيلينج هورسز فود، كابتن اللي هو إن ذا مورنينج، كابتن اللي هو بيشتغل إن ذا مورنينج هتبقى نمبر إي، والجينجر اللي هو بيكيك بيبول أو وسك أو وزنت ايبل تو ران فيري فاست، ما بيقدرش يجري بسبب الرينز. السؤال اللي بعده، واي دو يو ثينك ايرلي سميث بارك ووز بيتر ذان بيرتوك بارك، اللي هي كانت افضل حديقه الايرلي سميث عن البيرتوك بارك، بيكوز اتس بيج اند وايد، لان هي كانت كبيره. وات ديد بلاك بيوتي فايند ديفيكولت اباوت هيز فيرست اونر، ليه البلاك بيوتي كان لاقي صعوبه في الفيرست اونر؟ find difficult about his first انا مش شايفها لان الامتحان مش واضح، بس بيقول ايه الصعوبات للبلاك بيوتي؟ هنقول الرينز ماشي. السؤال اللي بعده اللي اختار، they need not to cross from one side of the canal to the other، انا عدي القناه بالايه؟ بالقطر ولا بالبايسكل ولا بالفيري؟ لا بالفيري. ليلى's mother here to learn how to cook، ام ليلى قالت لها ازاي تطبخي، يبقى هتبقى warned هير ولا سيد هير ولا لوكر؟ warn يحذر، سيد يقول لوكس يعني ينظر، ولا encourage هير؟ encourage هير شجعتها. حسن is very interested in space and wants to be، بيحب الفضاء وعايز يبقى astronomer، رائد فضاء. operator يعني بتاع التليفونات، performer يعني مؤدي، editor يعني ناسخ. a means the top of the building that is the shape of a circle، شكل الدايرة، هتقول عليها ماربل ولا دوم ولا مينوريت ولا دوت؟ هي مش ماربل ولا دوم، لأن الدوم هي القبة، القبة هتبقى القبة على شكل الدايرة، بتبقى means the top of a building that is the shape of a half circle، اللي بتبقى على نص دايرة ماشي. أما المينوريت اللي هي المنارة.
There is a note in the magazine for a new smartphone. هتبقى advertisement اعلان. Address يعني عنوان ولا advertise the oil. هو عايز اسم تبقى advertisement الاعلان. People have used هتبقى used to. Used. بس ما فيش to make cups for hundreds of years. بيستخدموه عشان يعملوا القرص الفناجين. الكلاي هتبقى من الكلاي التين. لان الاستيك العصا والاسطون التراب. الاسطون اللي هي الحجارة. اللي رايت ذا نيو ماشين هاز ريبيرد ميني كارز ابدا ببن يعني بيقول لك حولها للمجهول هتبقى ميني كارز هاز بين ريبيرد ميني كارز هاز بين ريبيرد مبنيه للمجهول ماي براذر بلاند تو سبين ذا ويك اند ان هورجاده عايز يقضي اجازته في الهورجاده استخدم كلمه جوينج هتقول ماي براذر از جوينج تو سبين ذا ويك اند ان هورجاده يعني تشيل بلاند ديت وتستخدم از جوينج تو هتبقى مستقبل قريب هند بوت ا نيو دريس اي ام نوت شور اشترى الدريس بس انا مش متاكد هقول هند مايت جمله في الماضي مايت هاف بوت ا نيو دريس بقول لك اكتب باراجراف عن جيرني وونت اون هتقول اي ونت تو كايرو رحله انت رحتها اي ونت تو كايرو اي فيزيتد ذا كايرو ميوزيوم اي ستيد ات ذا هوتيل اي سبنت ماتش تايم اي جو اي ونت شوبينج اراوند كايرو رحت خان الخليلي تقول بقى الحاجات اللي انت ايه عملتها هناك تقول ات واز ا وندرفول هوليداي اي واز فيري هابي وذ ماي فريندز We went shopping to buy clothes from Cairo. خلاص وبكده الامتحان خلص. Thanks guys and see you next time.